ألف زرزة وشرزة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هردبشت. وتأجل الخلق. حدثني طبيبي بعد فاصل تأملي في الصورة الشعاعية لأسناني وخاصة ضرس العقل المنخور، فقال هو على اللي بده خلق بده خلق. فهمتوا شي؟ قصده الدكتور أنه الضرس صار بحالة ما لحل غير الخلق، لكنه عاد وتأمل في الصورة يا رعاه الله ولا فض فاه. وعدت أنا للتأمل في أسناني الشعاعية معه، أحاول أن أعرف أي ضرس يتأمل كي أتأمل معه، أتحاشى أن أسأله كي لا أخطع عليه تأملاته الفكرية العميقة، لكنه يطيل التأمل ولم أعد أطيق الانتظار. ترى ما رأيه بالضرسين المخلوعين ما قبل ضرس العقل الذي سيخلعه الآن؟ هل سيطالبني بتركيب جسر أم سيمرق هاتين الفجوتين على خير؟ ما رأيه بالواجهة المتينة لأسنان عين الحسود في يعود إن شاء الله؟ ما رأيه باصفرار الأسنان مع أنه الصورة مو بالألوان؟ لا أطيق الانتظار. شو دكتور شو صار معك؟ بده جسر؟ وضع كفه تحت ذخنه وأسند وجهه المدني العتيق وغرق في تأملاته السنية من جديد. وعدت أنا إلى الانتظار وتذكرت كم كنت أكره الانتظار، كم لعبت بأقداري ولهوت كي لا أنتظر 5 دقائق، بدلت دراستي كي لا أنتظر، بدلت أحلامي كي لا أنتظر، لم تكن الوقفة على دور الخبز من هواياتي، لذلك بدلت الفرن، لم أستطع الوقوف بين زحمة المنتظرين بطاقة سفر على كوة في محطة قطار، بدلت موعد السفر، أجلته يوما، وتعال انتظر يوم إضافي في حلب، لا 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 أنا لا أطيق الانتظار، هيا يا بنات الحقنا بي سنتجول في حلب، رحنا على العزيزية فوجدنا المسيحيين معيدين في عيد الإسلام، وجدنا المسلمين معيدين بالحارات المسيحية، وسمعنا ما تيسر من لغات سورية في الشوارع، شي أرمني شي كردي شي سرياني إضافة للعربي الحلبي، ثم انطلقنا باتجاه القلعة عبر تاكسي كان يملأ البنزين، شنو بالعيد في أزمة تكاسي. وشاهدنا بائعين أتراك مبسطين بباب الفرج، وهدول بضاعتهم داخلة بدون أحم ولا دستور ولا جمارك حتى، صارت عادة حلبية بامتياز بأبطال أتراك. وفتلنا حول القلعة مشيا بعد أن نزلنا عند الجامع الكبير أو جامع زكريا، ولمحنا على الطريق الذي أغلقوه بوجه السيارات بقايا النايلون تبع البسطات، بقايا بائع العرانيس، بقايا بائع البناطلين، وتأففت البنات الصغيرات من هذه الحال، وتأسفنا لضياع جمال المكان وسط هذه الأوساخ، يا حرام. وبالفعل تأثر مزاجي وأنا أتأمل الجامع بإعجاب رهيب، ولفينا حول القلعة حتى وصلنا إلى مفرق البياضة، والبياضة حي مملوكي قديم قام على أنقاض حي بيزنطي قام بدوره على أنقاض حي روماني، ذلك أن حلب ليست مدينة واحدة، إنها تراكم مدن كثيرة. هذا ما قاله لي صديقي العلامة وأنا أتصل به مضطرا، فهو المرجعية الأثيرة لدي عندما يكون الحديث عن حلب. تراكم مدن عمره 2800 عام تقريبا، هذا ما تبقى. حلب مدينة من 7 طبقات، كل طبقة تخفي تحتها مدينة، كل طبقة تخفي تحتها الكنوز والأسرار، وما تبقى الآن هو أوساخ في حي البياضة تقشعر لها الأبدان. يا لروعة البناء، إيف العمى، والله هذا الشيء حرام. وأنا ما زلت في الانتظار عند طبيب الأسنان الذي قال سنحاول مع الضرس لأنه بصراحة لازمنا، بدنا إياه، خلينا نسحب له العصب ونعمل له حشوة، فإذا صمد كان كل شيء تمام، أما إذا تلعوب واستهتر فإن خلعه حلال. وللحديث بقي، فابقوا بالانتظار، إيه على أيام زمان كان يا مكان. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.